حين نظروا في الناس وهمومهم وأهدافهم التي يريدون أن يحققوها ويبذلون من أجلها الغالي والنفيس، جمعوا همومهم كلها وجعلوها هما واحدا هو هم المعاد وهم الآخرة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، اللهم آمين. أحبابي الكرام، هم المؤمنين، هم المؤمنين هو هم الآخرة، هم واحد، هم الصادقين، هم عقلاء المسلمين، ليس الدنيا. الدنيا يهبها الله عز وجل لمن أحب ومن لم يحب. أورر دقة الدنيا يتشيت سيدة ربي وني خسي عزن دوني وخسي عزن بالي تشيت يني واثي عبدن كتاز قني إذي عبدن ما يمي لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلذلك هم المؤمن همه الآخرة، همه النجاة من النار، همه الفوز برضوان الملك جل في علاه، همه أن ينجو من عقاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الفوز الحقيقي. ما لا تغذيني حد رهم النس أذياب حذر قماء ذيني حد نظني رهم النس أذياب حتو مبين ذيني رهم من حد نظني رهم النس يتراغى ذي تليفون يتشارك ذي المسابقات باش أذياب ذيني حد نظني يتق وسائل ملتوية وغير ملتوية باش أذياب حسن حشث. المؤمنون تسيضر بني رزيسن رهم منسن هو غذاب حنار ربحن تيدت أن يفوز الفوز الحقيقي، وهذا الفوز هو الذي يسيطر على عقولهم ويذهب بألبابهم. هذا الفوز الذي قال عنه ربنا جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ذو ذا الربح انتذت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رهم مسرم هو ذا الربح ونتا. هم المسلم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. هم المؤمن أن ينجو من عذاب النار ليدخل الجنة وينال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم أحبابي الكرام، أربح ونتا أربح الأخيرة. هذا الفوز الذي هو النجاة من النار سماه الله عز وجل الفوز العظيم. اسمت سيدة ربي الفوز العظيم في الآية السالفة ذكرها: والتي تسمعونها مني كل جمعة في خطبة الحاجة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وديشنا أربح عادي لا فاز فوزا عظيما. قال المفسر ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، قال: وذلك من يخسدين فقد فاز فوزا عظيما. قال: وذلك أنه يجار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذا النعيم، اللهم آمين. يا أحبة الأفاضل، هذه أمنية كل مسلم عاقل وكل مؤمن تقي ورع. الأمنية نكون مسلم خستيريا ليس منوس مش غيقذي صال بايخ في النس دي الآخرة، مش غيقذي سلك زي جهنم، مش غيقذي صال بايخ في النس من نار تلظى. إن خسي ضرب إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
كيف لا يكون هم العاقل منا هو النجاة من النار؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأبرار وسيد المتقين الأخيار وسيد الأولين والآخرين، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتعوذ بالله من النار ومن عقابه وعذابه. النبي صلى الله عليه وسلم باش من الموضة شقابون شمع من الجير لأحباب الكرام مرتغى النبي صلى الله عليه وسلم ذي سامنوس ذي سامنوس يتتاسي ضرب يقرس يا ربي سنجمي زي جهنم سنجمي زي العقاب أعوذ بك تتخش يا ربي ذي سنجمد. الحديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار، إلى آخر الحديث. مرتغى النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر من غير نشكني، وأحباب الكرام من غير نشكني، ونحن المفرطون وهذا لا شك، ونحن المقصرون وهذا لا شك فيه، ونحن الذين غلبت علينا الدنيا في كثير من الأمور وهذا لا ينكره إلا جاهل أو معاند. النبي صلى الله عليه وسلم قرس أعوذ بك من عذاب النار. صحابة رضوان الله عليهم وهم من هم كانوا يخافون من النار، حتى تجد عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في إيمانه وورعه وتقاه، وهو من هو في عدله، عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق من تغيقاخ يخف النس. يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا معليك يمس عمر وذج عمر ما يمي يقذ خيخ في النس زي جهنم. عمر رضي الله عنه وأرضاه تغيقان: والله إني لوددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، قرست مني غضف غزي الدنيا مقدغ يعني استوي غذي كورشي كفافا لا لي ولا علي، وذي التاس حد والتاس غي حد، وذي ظريم حد وظريم حد، وصخرق حد وخفي صخرق حد، والشي غقرح حد والشي حد قرينو، وكواغ حد وذي كوا حد، والسور غذي حد وذي السور حد، وعيب حد وذي عيب حد، كفافا لا لي ولا علي. وقن هذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن عبد العزيز يو عمر رضي الله عنه وأرضاه، نميت غوزون تيسس شويت الماكلة ياض بني صبحا وهو أمير المؤمنين، إن سنت مدخ سنت تشنت مني صبحا، وأن يذهب بأبي كنا إلى النار أتشنت مني صبحا ذي رحبة بيت كنت غذ نسي غجهنما رهم من سن هو ذي النار، هو ما مش غقنا تصالب عن اخفن سن زي جهنما قليل زق مسر من وذي جاية من وسن نهارا شحيذ نغحباب الكرام يتحنا ذي الطص يقارس والصين غنهارا قيغشم من زغا صالب عن اخفن وزي جهنما ورلا والصين غمرمو ثغوات فيخغ ما مش غاكمر غنش ما مش غاثير النهايين وما مش غيرو بالدين وجاي بس سيدي ربي بالله عليكم اهتخ من تحت من منا يتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل وهو يدفن احبابه واقاربه ذيك مضران ينطر بنادم ينطريت ينطر بابا سي عز خاس ينطر ثمغه هنس ينطر يمس ينطر ميس ينطر وتماس ينطر ومس، ومع ذلك قليل ويتنهزن ويتفكان ويتستحضرن المقام الني والني ما يمي، لأن الدنيا أسكرتنا، لأن الدنيا أسكرت كثيرا من الناس. إذا كان هناك من الناس من قد أسكر عقله بخمر من الخمور المحرمة فإن كثيرا من الناس أسكرته الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من سباتنا وغفلاتنا، اللهم آمين. أحباب الكرام ما مش غنقوان تفكا دي جهنم ينسى البايخ في النغزيس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقارن كما روى ذلك الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، يروي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قرن غنش من بعدهم: ناركم هذه التي توقدون
جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. عشت كذا احبابي الكرام سور النوم وجسم الزغ النوم وها فكاث كذي مليح قوارا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوني غي فكان دي الحديثة واني تيما ذيك شو صوري فقر حرم حميق 77 حسبة يا ما ذي السور شنوور واتجيبو ذو الناس خياق سيدة ربي حميق 77 حسبة الناس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقارن غي نشين أقاثيم السين إي جان دي الدنيا ذي الكون متكمر ذي جن تراسوها ذي جن الجزء ذي جن تصغاث إذا سقاني مزيغ زي 70 تسقى زي رحمون جهنم من حر جهنم دي جنت صغات زي 70 نانا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مصرين ووراء قالوا والله إنها لكافية يا رسول الله غاثا الدنيا وهمرا خرق ذيس وششفا قضا غاد يا رسول الله قثنين جهنم تعذو ثاني تبي جنت صغات زي 70 تسقى الناس النبي صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت 69 جزءا كلهن مثل حرها الناس النين جهنم تعذو من الجند الدنيا مرة تمسي 69 موان 69 تسقى كورثة صغاث كورثة صغاث أنشتن الحرارة جندي 50 الدنيا غم تكمر ويزمان زين أحبابي الكرام ذي قفوس النس دي مجمعات دي مجمعات وها ويزمان زين أحبابي الكرام ذي قضان نس ذي لوسا ذي شهان 8 مغتيري الحرارة ذي 46 وشا ذي الساس ذان نس سرحفة ذي لوسا ويزمان زين أحباب الكرام ذي الشعمي تشيرو خسي الساس ذان نس ثان الدنيا ثان جهنم تعذو لذلك أحباب الكرام خمي غيسروا عقري الدقان رهاد لابد خسري فكا جو فكا لابد خسد سيني مادام جهنم قعمو يهجا مادام ذين من يتوين غا جهنم ذين من يستذفن غا جهنم فضروري ان ذين من يتصالبان زي جهنم ذين من غيق من اذم اذي يريد السبب في صالبا سيد ربي زي جهنم ذين من غيق ومسرم اذا استيق سيد ربي ذر حجاب جارز جهنم ذين يبرد نثني يكون سرم اتسبع اذن ويتوطي ذي جهنم يتني تذي صالبا يخفنس يوم القيامة من نار حرها شديد تصيد ربي وانتي ريز زيسن زقيني ذي صغيوضا اللهم امين. لذلك احبابي الكرام اليكم بعضا من اسباب النجاة من النار ويغون ضرب عثوها زيد مسرين دان غينا النبي صلى الله عليه وسلم بالله قمره قينت انت لو امتي قرب السبب اكنه وصال بعض زيسنت زي جهنم الشمر بالعخوم في ورا ذني ترخو عايز انت مغارين اني غوم ما مستعدين تمثل مرقثو الله اعلم الله اعلم باش وتشارك غير حجب نصيد ربي قليل ذي غينين واه ما يمي احبابي الكرام وهذا واقع ما يمي نشي نذور نهار انت قذر مخت ما يمي جيبو ذر مخت يسقوذن لا انت قذ من دين وانير مخت اما ما ريوس جن الملك نهارا إن نغتم تذرخ وتحضغ الجنة ديرك مرة سنين يله من دغانك ذي الدنيا ينتمارا مارا من دغانك ذي تكافي سوانيتا من دغانك ذي حضي يش حضير ذي سيور ذي ليك سيور وإنما من تقذ أحبابي الكرام تقذ مارا نموثا نحغى جهنم تقذ مارا نموثا تغدو سيخاوض جارا نغد سيدة ربي تقذ إلا تغوان سوجد ولو أما مارا غانغ شان قارنتي إلا أن مذرخ ونحغى الجنة مرة سنين يله. فلذلك احبابي الكرام هذه بعض من اسباب النجاة من النار. هنا ربعة ذي الاسباب إذا ايجاب بالسبب يتصال باس زي سنتي وذان زي جهنم السور خيم سرمن السور خل خيوذان اتبعن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ونخسن ذي السنكتا عليه أن يرجع إليها في مضانها التي ألف فيها مثل هذه المسائل. أم الزوى من ايجاب بالسبب ذم الزوى إذا غين جنب نذم زي جهنم هو إخلاص التوحيد لله عز وجل وذن بوش المصيبة كتازي الشرك وذن بو من يصغر رقن بنذم أنشتن الشركيات والعياذ بالله وذن من يتفغن خبادم ذي الدنيا ذي الآخرة ما روى يتوب ما يموت بنذم الشرك وذن من خس غيفغن أنشتن الشرك النية شنظني يهون وجيهون يعني يهون ستيب لا 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 وإنما مقارنة
أكذ الهلاك جند الشرك ذي الهلاك ترجل المشرك شنظني هون. وحديث البطاقة معروف لا يثقل مع اسم الله شيء، لذلك قرب سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يخسدني إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني سيدار بو يغفر يغفر لمن يشاء شنظني إلا وإني غير مثل الشرك وإني نهر ما يضمع ذي المغفرة سيدار بي وإني غير مثل الشركيات والعياذ بالله وإني غير مثل يعبد غير الله عز وجل وإني غير مثل يطوف لغير الله عز وجل وإني غير مثل في عقيدته ضلال وغي وشرك والعياذ بالله اقسح الرمز. لذلك تفذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرن كما في صحيح مسلم والحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص من سره أن يزحزح عن النار ونيخسن ذي سالباز جهنم أذيذ في الجنة فلتأته منيته خمد غيث يسر الموت خمد غيث ملك الموت ما مش تغيف وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ثنين يخسدين مثل التوحيد أذين مثل لا إله إلا الله انتذت وجي لا إله إلا الله أني المزورة وجي لا إله إلا الله أني أقمموها، لأن ذي الحديث نظني للنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة والحديث في صحيح الجامع. من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. ذوذ التوحيد ذوذ التوحيد عقيدة المسلم هي أساس دينه، ولا يقبل الله عز وجل دين قوم من الأقوام ولا شريعة قوم من الأقوام إلا إذا صحت عقيدتهم، فلا تصلح عبادة ولا تصلح شريعة مع فساد العقيدة. لذلك ابن الربيع أحبابي الكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا احتبنا ذمرة غا ذيني شنت مسرين استهج خسنت العقوبة، ولكن تغاغس أصل التوحيد تناله شفاعته يوم القيامة. وذنبو أصل التوحيد وذنبو الشفاعة. حديث الصحيحين لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني خبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. مش زيد يا رسول الله إن الشفاعة هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. مروا النغيم مثل زي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على عقيدة لا إله إلا الله وأمتنا على ملتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.